አስሐበው ተመስጦ ያዳመጣቸው ነው ወይን ለአብደል ካፊር ከሃዲያንማ ሲሞት اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره ودا اخره لقول هيتسل نزل اليه من السماء ملائكه سود الوجوه تقر فيت يلبسوا ملائكه ودس يوردالو معهم مسوح شكاره يونه لبس يزو يوردالو انكون لروح لجسد ما يهون فيجلسون منكم مد البصر كرقت كجلالو ثم يجيء الملك الموت كزامي موت ملائكه يمطال حتى يجلس عند راسه كراسه تكجلال فيقولوا بلويلوال ايتها النفس الخبيثه انشي ركاش نفسي اخرجي الى سخط من الله وغضب ودع الله قطا وجي لاتل فتتفرق في جسده دنقطا باكلو تبتاتنالج فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلل عندم برت كسوف محل ستاوطو انديت منچك اندما يارغو تاعلاچو فياخذها منچك ارغو بغدي اوطاتنا يزاتل والنازعات غرقا من جك ادرغات المؤمنون نو والناشطات نشطا قص ادرغو مياوطات لك السو اندازاتم نزا تقور ملائكوت يمطونا اتش النفس بزا قشاشا لبس بزا شكارا لبس يكتطال حتى يجعلوها في تلك المسو ويخرج منها كانت ريح جيفه وجدت على وجه الارض مريت لي ميغما شتار لكتباله يزج روح شتانو كزام ود السماء يزوات يوطالو بمن ملائكه طقالفم ملائكه وتش يطيقو بيون انجي ايتشي قشاشا نفس معنات اندي متغما يلواتشوال الدنيا لي سيطرابت بنبرو بذا بمطفو سمو ينغراتشوال يا دوريه يا زينا سري يا ريبا يبلا الله ان يامصا بمطفو سمو يطراتشوال بمطفو سمو لملائكوتش استواقواچوال حتى ينتهى بها الى السماء الدنيا كزام يمجمروا السماء لي يقمالو يكفتلن يلالو سما يا يكفتلات لزجرو يمؤمنوچ رو سباتنياو سما يدرس درسالچ نبيوم كزي لا يايزو منن قرو لا تفتح لهم ابواب السماء لنسو سما يتكفتلاتهم ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط جمل بمرفق اداداس كالالفش درس انسو جنت ايجبو ميلون انقس اييزو قرو كزام الله سبحانه وتعالى من الى اكتبوا كتابه في سج مصحف كسجل لي يصافوت في الارض السفلى اتاچنيو مريت الى فتطرح روحه طرحا كاندنياو سماي ود مريت تمزغزغالج تورورالج نفسو سويو متا متغباو يا እንዲ ብላ ነው ነብዩ ማያ ይዞ መንቀሩ ወመን ይሽርክ ቢላህ ያባ አላህም ያጋራ فكانما خر من السماء كسماي እንደ ተምዘገዘገ فتخطفه الطير ርግቦሽ መንገር ላይ እንደ ተበጣጠሱት او تهوي به الريح في مكان صحيح ويم نفاس ተቀብላ ሩቅ ቦታ እንደወረወረችው ሰው ነው ሚለው አንቀጽ አያ ይዞ ቀሩ ሩሁ ከሰማይ ወደ መሬት ትወራወራለች فتعاد روحه في جسده وياته ملكان فيجلسانه فيقولان له نكرنا منكر يمطون ያስቀምጡታል من ربك من نو جيتا ها ها لا ادري علىكم وما دينك ها ها لا ادري علىكم نبي ما انه ها ها لا ادري علىكم ميلان نبينا ما قاچو ما قران القرا ديننا التكتاتلا فينادي مناد من السماء كسماء تطار يطرر ان كذب واشطل فافرشوا له من النار يسات من طافن طفلت وافتحوا له بابا الى النار ودسات يالون بر كفتلت فياتيه من حرها وسمومها تشوا ولا فنوا يمطبتال ويضيق عليه قبره አጥንቱ እስኪተላለፍ ድረስ ቀብሩ ይጠብበታል ከዛም መልኩ የሚያስጠላ ሽታው የሚያስጠላ ግለሰብ ይመጣ فيقول بلو يلوال ابشر بالذي يسوءك በሚያስቀይም ነገር አይዞህ ይለዋል ከዛም ይጠይቀዋል አንተ ማነ ፊትህ የሚያስጠላ ለነገር የመጣ ምትመስል ልብስህ የሚያስጠላ فيقول عن عملك الخبيث يا يركسو مطفو سرحنيا يلوال فيقولوا ايه قبر استجبا مطفو سو من الهلال ربي لا تقيم الساعه جيتاي قاما ناتقومات سيل
አላህን ይማጸናል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ እንደዚህ አይነት ነፍስ ከመያዝ አላህ ይጠብቀን። አላህ ከሳለሁች ተራ ያድርገን። نعم روح بزي ملكو يسوي يوطاج قديه جنازه ويقربال يتطبال اللهم احسن ختامنا الله ختاماتنا يسمرو جنازه هي تتكلم كزام تطبو اغرو تطفرو بكفن تتقللو يسون تشكمو تهدالو نبياتنا يهني ميغرم كستت عليلالو. روى امام البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال جنازه وانكو تشكموا تسيدو على اعناقهم تكشاتشو لي فان كانت صالحه دق كونج قالت قدموني ቶልቶሎ ወሰዱኝ ትላለች መልካም ኮነች እየታያት ነው ምትገባበት وين كانت غير صالحه مطفو نفسك ونش غنا قالت بلا ትላለች يا ويلها ويلتها اين يذهبون بها ወደ ምንድን ነው የሚወስዷት ነብዩ ምናሉ يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ድምሷን ሁሉ የሚሰማዋል የሰው ልጅ ሲቀር የሰው ልጅ ቢሰማው ኑራሩ ላሳይቅ ደንግጦ ይሞት ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳንሰማው አደረገን። ጀናዛዋ ትናገራለች ያ አላህ ቀብር ውስጥ ማንም ማይከተለው ብቻውን ይገባል። يتبع الميت الى النبي صلى الله عليه وسلم ميموتን ሰው እኮ ሶስት ነገር ይከተለዋል ንብረቱ ቤተሰቦቹና ስራው ሁለቱ ይመለሳሉ ስራው ብቻ ይቀራል ሁሉንም ነገር ጥለነው እንመለሳለን። እንግዲህ ከዱንያ ከናታችን ማህፀን ወደ ዱንያ ወጣን ከዱንያ ወደ ቀብር እንዲ ነው ምንጓጓዘው። ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ምን ይላሉ انما خلقتم للابد يتفطراችሁት እኮ ዘላለም ልትኖሩ ነው وانما تنقلون بالموت من دار الى دار በሞት እኮ ካንድ ሀገር ወደ ሌላው ነው የምትዛወሩት። መሞት ማለት መጥፋት ማለት አይደለም። የሰው ልጅ ለዘላለም ሊኖር ነው የተፈጠረው በጀነት ውስጥም ወይ በጀሃነም አንዴ ተወለድ እንጂ መሞት የለውም እስከ ጫፍ ድረስ። يقول الشاعر قطعم من الال وما الموت الا رحله غير انها من المنزل الفاني الى المنزل الباقي موت كل الى عدلم كطفي كونهچو عالم ودما اتفاو مشغاغر ليل عدلم لتركبن طبقا عن طبق ان الشغاغرالن جنازوام تشكموات قبر لي ادرسوات. امام ابن القيم من الال ان الله تعالى قد خلق الدور ثلاثا صوست عالم نيفطرو صوست اغر هي دار الدنيا عندنيا دنيا نات ولتنياو دار البرزخ يقبر هيوت الله برزخ ميبال ودار القرار يمي مجرشاو اغر الله جنات ويم جهنم روح ميبالاتشو كتاب لي يقبر قيتا برزخ يبالال. الله قران لين سيبرارو ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون اسكك اسقسو درس برزخ استيقيالو يلال. قال عطاء الخراساني عطاء من الى لوسي فسرين البرزخ مده ما بين الدنيا والاخره برزخ مالت بالدنيانا باخره محل ياله ميدرق قيتا نو. وقيل للشعبي شعبي لم يبالو تلك علي من علاچو مات فلان اغلي موت علاچو قال ليس هو في الدنيا ولا في الاخره وهو في برزخ. الدنيا مست ادلم اخره مست ادلم برزخ است نو يتوست انا ميگنيو برزخ است ايه برزخ نورو يقبر نورو انلوالنيا كزي غا قيتا نادرغال قبر صقاوچ አሉት قطاتوچ አሉት قطاتو دمو كباد نو يقبرم لفطوران ሁሌ ጥሪ ያቀርባል ይላሉ رسولአችን صلى الله عليه وسلم. يقول نبي من يلالو كما اخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن الوليد فانه لم ياتي يوم على القبر الا يتكلم فيه فيقول منم كانكو لقبر ايمطام اسو يتناغر بيهون انجي انا بيت الغربه انا بيت الوحده اني بتشنينت بيتني انا بيت التراب اني يا افر بيتني انا بيت الدود اني يتلات البيتني يلال قبر يطرال سرتنبت سنقي زندنجب يطرالنا قال هو نجن قبر كباد قطاتال. الله سبحانه وتعالى قران لي قبر است كباد قطات اندالنا يا ذاچون بقبر قطات جلسبوچ اندالو
ቁርአን ላይ እንዲህ ሲል ይገልጽልናል። وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب بفرعون الناب بيتسبو تشلي ቀጣቲቱ ከበበቻቸው النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ወደ ሰዓትም ጧትም ማታም ይቀርባሉ ቀብር ውስጥ ويوم تقوم الساعه قياماً ستقوم ادخلوا آل فرعون اشد العذاب فرعونن የፍርዓውንም ቤተሰብ አጋሪዎቹን ወደ ሰዓት ወደ ከባድ ሰዓት አስገቧቸው ይባላል الله يطبقا فرعون دنيا لي الله بمسمت قطاو اند قطاو قبر است اند جبا ساتطبقو بعد الغرق حرق لال كمسمت بحالا قاتلو طبقو قطعت الله قبر يقول القرطبي تلاقو مفسر قرطبي من يالو الجمهور على ان هذا العرض يكون في البرزخ يهود سات مقرب ساتو ميقربو برزخ است نو ميل የሙስሊሙ ኡማ ዓሊሞች ተስማምተዋል ይላሉ። አቡ ሁረይራ ሁሌም ማታ ማታ ላይ ጧጧት ላይ ሚሉት ጩኸት አላቸው። ምን ይላል? የቆሉ ፊ ሰባሂ ዘሀበ ለይሉ ወጃአ ነሃር ወዑሪዱ አሉ ፊርዓውን አላ ናር። የአላህ ለሊቱ ሄደ፣ ቀኑ መጣ፣ የፊርዓውን ቤተሰቦች የፊርዓውን አጋዦች ወደ ሰዓት ቀረቡ። ሲመሽም ምን ይላል? ቀኑ ሄደ፣ ምሽቱ መጣ፣ ፍርዓውንና አጋሪዎቹ ወደ ሰዓት ተቀረቡ ይላል። ምን ይላሉ የዛን ዘመን ሰዎች? ይሄን የአቡ ሁረይራን ድምጽ ማንም ሰው አይሰማም። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከቀብር ቅጣት እንዲጠብቀው የተማጸነ ቢሆን እንጂ ቀብር ቅጣት አለው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ከሰሃቦች ጋር ይሄዱ ያለ የተከሰተውን ክስተት ዘይድ ኢብኑ ثابت ሲያጫውተን قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار عند كلل وسط بني النجار لا يقوموا ياله على بغله له عند بقلو لا يقومال ونحن مع عبرنوا يالن اذ حادت به فكادت تلقيه ግዲቺ በቀሎ ይስማቹ ድምጽ አለ። ደንግጣ በረገገች፣ ልጥላቸው ምንም አልቀረውም። ከዛም ዞር ስንል 4 5 6 የሚሆኑ ቀብሮች ተቀምጠዋል። قال رسول من قالوا من يعرف اصحاب هذه الاقبر الذين يقبر بالبيتهم يعقمان نو فقال رجل انا اني على قال فما تامات هؤلاء الذين متن يموتوت قال ماتوا في الاشراك بشرك زمن نو ጠንቋይ ቤት እየተመላለሱ ለቀብር ያረዱ ነው የሞቱት አላቸው። فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها ايهني امتكو قبر است فتنا يطبقاتوال فلولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه اني سمعتني قبر قطات الله اندي اسمعكم ما صنعوا نبر يفروت مندنو اتكبابرو ያን ድምጽ እየሰማን አዛ ጉልጓድ ወስተን አንከተውም ትላላችሁ ብዬ ነው እንጂ አሰማችሁ ነበርሉ። ثم اقبل علينا بوجهه كزام رسولو زورالونا ለኛ ምን አሉን? تعوذوا بالله من عذاب القبر اللهن ከቀብር ቅጣት ጠብቀን በሉት። فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار الله ከሰዓት ቅጣት ይጠብቀን አሉ። فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر اللهن ككبر قطع طبقن بلوت قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر الله كسات قطات ككبر قطع يطبقن زيلو صحاباوچو تماصنو قبر يسرا بوتان خير سرتكون طرو مدركنو مدفو كسرا خاب بانيها قطاتو يطبقهال يا من بدنياه انشغل وغره طول الامل والموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل يا انت بدنيا تصفى يتطللكو روق تصفاو تشنغلو والموت ياتي بغته موت دنگت يمطال والقبر صندوق العمل قبر دغمو مندنو يسرا ساطن نو በሁሉም ዘመኖች አላህ ይሄን ቅጣት እንድናምን
بك بك يا لا سايتو تالت ولدو قرطبي قسطنطيني يا لي قرطبي زاري سنت متو عمتين برو علي مناتشو قسطنطيني يا لي عند بالا سلطان موتا بداي سو نبر عند موتم تسبسبا قبرون كفرن اللت فإذا فيه حية سوداء تقرن سسا قبرو ستوتاج دنقتن ليلا قبر كفرن اللت اونم ليلا سساوتاج تقر ደነገተን እንደገና ሶስተኛ 30 ቀብር ቆፈርነ 30ው ሙስሊችን ሰሳውጣች ደከሙ ምን ያድርጉ فقالوا ادفنوه معها كزچን ሰሳ ጋብራቹ ቀበሩት نسال الله السلامه والستر في الدنيا والاخره الله بالدنيا وباخره يسترنالونا اذاو ጉድጓድ üst ጨመሩት الله بقያ ላይ ያሳየነው الله يطبقنا በዘመናችን የተከሰተ አንድ ክስተት አለ ታሪኩን ላካፍላችሁ አንድ ወጣት ገና ለጋ ወጣት የሚያምር ወጣት ነው ግን ከሶላት የራቀ በሙዚቃ ፍቅር ያበደ ነበር ይህ ወጣት ድንገት ይታመምና ይሞታል ሆስፒታል ውስጥ ገብቶ እናት ሳትመጣ ይወስዱና ሆስፒታሉ ይቀብሩታል ሲቀብሩት እናት ስትመጣ ልጅሽ ሞቶ ቀብረናል አላምንም ማለች ልጅ ወጦ መሞቱ ማረጋገጥ አለብኝ እንዴት ሞተትሉኛላችሁ እሻሏት ሰዱ ቀብሩን ከፈቱና ሲከፍቱት አስደንጋጭ ነገር ተመለከቱ ከቀበሩት 3 ሰዓቱ ነው ይወጣት በሚያስደነግጥ ሁኔታ ፊቱ በልዞ አካሉ በልዞ ያ አላህ እስኪ ስዕሉን ተመልከቱት እንዳይሆን ሆኗል ሰውነቱ ምን ቀየረው ከፈኑ የተሄደ يا الله الله كقبر قطات يطبقنا اللهم نعوذ بك من عذاب القبر نبياتنا صلى الله عليه وسلم عندي كعصر بهالا بيتاچو اسكوچ بلاو يالو صحاي كطلقش بهالا عند دمص سم كذا سيعتكروا صحابوچ مندنو يا الله ملكتنيا لواچو الرسول منالو اليهود تعذب في قبورها يهودوچ አበር ውስጥ እየተቀጡ ነው አላህ ሰማቸው ኡሙ መበሸር የምትባለው ሰሐቢያ ምን ተላለሽ دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا في حائط اني عند ما ساسكوت بي رسول جبو وهو يقول ايالوني جبوت نعوذ بالله من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر ሶስት ጊዜ አሉ በአላህ እንተበቃለን ከቀብር ቅጣት قالت يا رسول الله عل القبر من عذاب قبر قطعت الله عنده قال أوالو إنهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم نعم نسو قبر رسية قطنو مكتو تنقطعت الله لسول جاء السماون جي انسا ساوت جندي ساموت عدر قوال انسا ساوت جي ساموت عالمكتو تنقطعت